شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طفي الكاميرات كلها طفي الكاميرات. لما كانوا يشوفون عراقيين يقول لهم مثل مستقبلتهم المحتل بالورد، على الرغم ان هاي كلمة قالها جورج بوش بمؤتمر صحفي بالبداية. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. وهاي الصورة تبقى يعني دليل على أنه في يوم ما شخص بسيط قدر يقول لهذا المتغطرس بكل قوته وجبروته. أنا ما فزت بالانتخابات وهذا أمر طبيعي في ظل وجود هؤلاء المزورين نسميهم، ولكن هذا لا ينزع مني صفة المعارض لهذه الكتلة أو هذا الطغمة الفاسدة الحاكمة بالعراق. على الإنسان أن يجد نفسه في المكان الذي يكون فيه، هذا واحد. على الإنسان أن يقدم أينما كان.